السلام عليكم، اليوم جيناكم بحل مشكلة السناب شات في نشر في الخريطة. تابع الفيديو لحل مشكلة النشر الخريطة. ندخل إلى الاستديو، أنا عندي فيديوهات بالاستديو، نحمل أول فيديو وننشره على الخريطة. هذا الفيديو نكبس بعدين تحميل، نخلي اسم الشارع او بدون حسب الشخص اللي يحب يسوي. احاول انشر اكثر من فيديو، راح اشوف فيديو ثاني. هذا الفيديو الثاني راح انشره، هذا راح اخلي بدون عنوان الشارع. نشر، ننتظر قليلا لنشر الفيديو. السناب شات ياخذ من 5 إلى 15 دقيقة لفحص الفيديو والحق حقوق النشر والطبع، فياخذ من 5 إلى 15 دقيقة. هنا أنا نشرت الفيديو، هذا الفيديو النشر ما شفته بعينكم. شوفوا نشرت فيديو قبل ربع ساعة 3 مشاهدات، وهذا 11 مشاهدة. وكطريقة ثانية هي لإرسال رسالة لسناب شات، عندي الفيديو ولا مشاهدة، فأحاول أن أخذ سكرين شوت. وبعدين ندخل على الإعدادات، أنزل على أخطاء، ثم نذهب إلى خريطة سناب. بعدين ندخل إضافة مرفق، إضافة، ندخل على نضيف الصورة، نختار مشاهدات قصصي، وأنا كاتب رسالة عشان نقدر ندزها على سناب شات. ننسخ الرسالة، وهاي الرسالة راح أخليها أسفل الفيديو ونطبعها هون. بعدين إرسال، وننتظر لحل مشكلة النشر على الخريطة. وشكرا ومع السلامة.